حبيت نطور نفسي، وليت نخدم نهار ليل. و فتحت لي فرصة أنا في برنامج الصوت، دخلت في برنامج الصوت أول كاستين دخلتها، ومن بعد عديت أول مرحلة، بعد الزوجة الثانية عديتها، والحمد لله يعني كملت لمرحلة منيحة وصلت إليها. تأخر علي الشتي ليلة تشوف تحلالي، مشتاق أغيمة دوتيكي وعيش في لحظات الغراب، بنجوم وبشوف عيونا ما بيحلى ليل ودونا، قلبي والله ممنونا رديت اللي